الإسلام غيرني كتير، له فضل عليا كبير، خلاني أشوف النور، حسسني بطعم الخير، خلاني ما أحبش عادي وأحب الناس وبلادي، وإن قلت الكلمة أوفي وأكون حاضر في معادي، وأصالح بين أصحابي، وإن كنت حزينة ببسم للي خبط على بابي، خلاني شياكة أناقة في حديثي أدب ولباقة، بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة، خلاني أقرا وأتعلم وبصوت الحق أتكلم، يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قبل ما أبدأ الحلقة أحب أوضح حاجة للأصدقاء المسيحيين. بما أني كنت مسيحية زيكم، كنت دايما بسمع من اللي حواليا أنه ما ينفعش أفكر في أي حاجة في العقيدة، لأن التفكير بيقود للمناقشة، والمناقشة دليل الشك، واللي يدخل الشك في قلبه هتفرقه نعمة الإيمان ومش هيدخل السماء. أنا بقى النهاردة بنصحكم وبقول لكم خلينا في مناقشتنا نحكم عقلنا ونستبعد أي مؤثرات أخرى ورسناها لما كنا أطفال وكبرت معانا بمرور الزمن، ونسأل نفسنا هل كان الأهل اللي بننشأ وسطهم كانوا على حق؟ وهقال في حاجات وحقائق ما وصلتناش لحد دلوقتي؟ لازم نعيد النظر في فكرة ان الدين يكون بالوراثة، ولابد ان يكون الدين بالعقل مش بالوراثة. ليه بقى؟ علشان لما نقف قدام ربنا انت اللي هتتحاسب مش حد تاني، وهتتحمل نتيجة اختيارك. وانا لما بتكلم في اي موضوع بستدل باقوال رجال الدين المسيحي اللي قالوا لك ما تشكش في دينك وما تتناقش مع حد، علشان النقاش هيفقدك ابديتك. هم نفسهم بيقولوا ان الكتاب المقدس مش وحي الهي، والاناجيل ليست وحي يوحى. بس الاناجيل ليست وحي يوحى، لان احنا لسه قايلين ان الوحي هو المسيح نفسه، وان الاناجيل هي شهاده مكتوبه من هؤلاء الرسل البشر. ومن ثم فهؤلاء بما انهم رسل وبما انهم بشر، فلابد أن تكون فيهم خصائص الإنسان الطبيعية، الذي يتذكر وينسى، الذي يستعمل المعلومة اللي عنده، لأن مفيش حد بيوحيله ولا حاجة. القيادة والإرشاد لا تتجاوز معلوماته ولا شهادته. فازاي انت ترضى على نفسك انك تلغي عقلك وتتبع كتاب بشر اللي كتبوه من زمان ومش وحي الهي؟ وتعالوا نكمل على بركة الله عرض الباقي التناقضات والاختلافات بين الاناجيل في قصة الصلب اللي عرضنا اجزاء منها الحلقة السابقة. نهاية يهوذا. العهد الجديد بيتكلم عن نهايتين مختلفتين ليهوذا الخائن اللي سلم يسوع مقابل 30 درهم من الفضة. في إنجيل متى يذكر أن يهوذا ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ، وقال أنا غلطت لما سلمت دم بريء، ورملهم الفضة في الهيكل ومشي وخنق نفسه. ورؤساء الكهنة بقى أخذوا الفضة وقالوا ما ينفعش نرمي الفضة دي في الخزانة لأنها تمن دم. اتشاوروا بقى مع بعض وقرروا انهم يشتروا بالفلوس دي حقل الفخاري ويعملوه مقبرة للغرباء، وتسمى الحقل بحقل الدم. اما سفر اعمال الرسل فبيحكي لنا نهاية مختلفة تماما ليهوذا الخائن، فبيقول ان يهوذا ما ندمش على تسليمه يسوع للكهنة والشيوخ، لا بالعكس، ده كان فرحان واشترى بالفلوس اللي اخدها حقل، وقدرا كده وهو ماشي وقع على وشه وتشق من الوسط وأحشائه وقعت على الأرض وكأنه مثلا وقع على خنجر. والله ده لو دكتور ما يقدرش يعمل الحركة دي، فازاي حد يقع على وشه وبطنه هي اللي تتفتح؟ المفروض دماغه هي اللي تتفتح.
المهم الحقل اللي اشتراه يهوذا ده سماه بحقل الدم. وبكده نلاقي النصين اختلفوا في كيفية موت يهوذا. هل ندم ورجع الفلوس لرؤساء الكهنة اللي قاموا بدورهم واشتروا الحقل وهو شنق نفسه؟ ولا هو مات لما سقط على الأرض وبطنه انشقت وأحشائه طلعت؟ ما ينفعش يهوذا يموت مرتين وكل مرة بطريقة مختلفة عن التانية. وهل اللي اشترى الحقل ده يهوذا بنفسه ولا الكهنة لما أخدوا منه الفلوس وتشاوروا؟ وهل مات يهوذا نادما على فعلته ولا ده كان عقاب بالفعل اللي عمله؟ ما موقف المصلوبين من جارهما على الصليب؟ الأناجيل بتتكلم عن تعليق المسيح على الصليب وإنه اتصلب بين لصين، واحد عن يمينه وواحد عن شماله. في إنجيل متى ومرقس قالوا إن اللصين استهزأوا بالمسيح، أما إنجيل لوقا قال إن واحد منهم استهزأ به والتاني انتهروا ومفقوش على استهزائه وسخريته بالمسيح. من الذي طلب ترك المسيح ليحقق المعجزات؟ إنجيل مرقس بيقول إن المسيح لما كان على الصليب صرخ وطلب الماء من العطش، فراح واحد جري وجاب إسفنجة وملاها خل وحطها على عصاية وسقاه وقال للي حواليه سبوه ونشوف هل هيجي إيليا لينزله. فاللي قال عبارة اتركوه هو اللي سقى المسيح الخل، ولكن الوصف نقده في إنجيل متى اللي أكد إن الباقون هم اللي قالوا لنرى هل سيأتي إيليا يخلصه. ما آخر ما قاله المصلوب قبل موته؟ يختلف وصف اللحظات الأخيرة في حياة المسيح من إنجيل لآخر، فيصف متى ومرقس حال المسيح كحال اليائس القانت اللي بينادي ويصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني ثم يسلم الروح. أما لوقا فصوره بحال القوي الراضي بقضاء الله لما قال يا أبتا في يديك أستودع روحي، ولما قال هذا أسلم الروح. أما يوحنا لم يصف مشاعر المسيح في هذه اللحظات الأخيرة وقال فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح. متى انشق حجاب الهيكل؟ اتفق كتبت الأناجيل على واقعة حدوث انشقاق حجاب الهيكل المصاحب لعملية الصلب، لكن ما اتفقوش على لحظة حدوث الانشقاق. في إنجيل مرقس ذكر إن الانشقاق حصل بعد وفاة المسيح، فيقول فصرق يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل، يعني انشق طوليا. أما لوقا خالف ما ورد في إنجيل مرقس فذكر إن انشقاق الهيكل كان قبل موت المسيح، حيث قال وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي، ولما قال هذا أسلم الروح. متى أتت الزائرات إلى القبر؟ الأناجيل بتتكلم عن إن في زائرات لقبر المصلوب يوم الأحد. فإنجيل مرقس قال إن الزيارة تمت بعد طلوع الشمس، فيقول وباكر جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقولنا فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر، فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج. لكن لوقا ومتى قالوا إن الزيارة كانت عند الفجر، أما يوحنا فقال إن الظلام كان باق أثناء الزيارة دي. فيقول في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. من الذي زار القبر؟ اللي زاروا القبر حسب إنجيل يوحنا مريم المجدلية وحدها، أما إنجيل متى أضاف مريم أخرى ومحددش مريم مين وقال عليها مريم الأخرى. أما إنجيل مرقس فقال إن اللي زاروا القبر مريم المجدلية وأم يعقوب وسلومة، أما إنجيل لوقا بقى فقال إن الزوار كانوا نساء كثيرة ومعهم ناس. ربنا يزيد ويبارك والله، وسبحان الله كل ده في زيارة واحدة بس. متى دحرج الحجر؟ هل الزوار اللي زاروا القبر لقيوا الحجر اللي بيسد القبر مدحرجا ولا تم دحرجته وقت الزيارة؟
إنجيل متى بيؤكد إن الدحرجة حصلت وقت الزيارة، فبيقول: وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء، جاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. أما الأناجيل الثلاثة الأخرى فأكدوا إن الزائرات لقيوا الحجر متدحرج من الأول لما وصلوا القبر. ماذا رأت الزائرات؟ اللي زاروا القبر شافوا شاب جالس عن اليمين لابس ثياب بيضاء حسب إنجيل مرقس. أما إنجيل متى قال إن الشاب ملاك نزل من السماء، وإنجيل لوقا قال إنهم رجلين بثياب براقة، وإنجيل يوحنا قال إنهم ملكين بثياب بيض، واحد عند الرأس والثاني عند الرجلين. هل أسرت الزائرات الخبر أم أشاعته؟ ويتناقض مرقس مع لوقا في مسألة إخبار النساء باللي شافوه لما زاروا القبر، فإنجيل مرقس أكد إنهم ما قالوش لحد حاجة لأنهم كانوا خايفين. أما إنجيل لوقا قال إنهم لما رجعوا من زيارتهم للقبر قالوا للتلاميذ وجميع الباقين باللي حصل. لمن ظهر المسيح أول مرة؟ اختلفت الأناجيل في عدد مرات ظهور المسيح لتلاميذه ومين اللي قابل المسيح في أول ظهور. فمرقس ويوحنا خلى الظهور الأول لمريم المجدلية، وأضاف متى مريم الأخرى. أما لوقا اعتبر أن أول من ظهر له المسيح هما التلميذان المنطلقان لعمواس. أين ظهر المسيح لتلاميذه؟ يرى كاتب إنجيل لوقا أن اللقاء الأول والأخير بين المسيح وتلاميذه كان في أورشليم. أما متى ومرقس قال إن اللقاء بين المسيح والتلاميذ كان في الجليل، فهل كان اللقاء مع المسيح في الجليل أم في أورشليم؟ هل تم رفع المسيح للسماء أم بقي إلى انقضاء الدهر؟ ونشير أخيرا إلى تناقض كبير وقعت فيه الأناجيل، وهي: هل تم رفع المسيح للسماء أم بقي إلى انقضاء الدهر؟ فإنجيل متى بيقول إنه لم يرفع وسيبقى مع تلاميذه إلى انقضاء الدهر، وإنجيل مرقس ولوقا يؤكدان صعوده إلى السماء. وبهذه التناقضات سقطت شهادة الشهود في مسألة صلب المسيح، ويحق لأي محكمة أن تعتبرهم شهود زور، لأنهم لم يشهدوا الواقعة بل سمعوا عنها، والكلام ده مش من عندي بل من عند رجل دين مسيحي. نيجي بقى للسؤال بتاع احداث القيامة. طبعا في تباين في الروايات، سببها ايه؟ سببها ان الشاهد الذي كتب انسان يتذكر وينسى، وفي حاجات ما كانش حاضر وسمعها. يعني التلاميذ لم يذهبوا الى القبر، ولكنهم سمعوا الرواية من المريميات ما عدا يوحنا، يعني التلاميذ اللي هم متى ومرقس ولوقا سمعوا الرواية من المريميات، فهو سمع فما تذكره كتبه، فلازم يبقى فيه تقديم وتأخير، ولازم يبقى فيه تذكر ونسيان. وده اعتراف صريح وواضح على ان الكتاب المقدس ليس وحي من الله، وان في تناقض في احداث الصلب، لان اللي كتبوه بشر ودول معرضين للنسيان. وقمة التناقض انك تلاقي القس اشرف عزمي في احد فيديوهاته اللي بيرد فيها على كتاب الدكتور منقذ السكار هل افتدانا المسيح على الصليب، بيقر ويعترف ان قصة الصليب فيها اختلافات بين الاناجيل الاربعة. اولا الاختلافات اللي موجودة في الاناجيل لا تنفي الحدث نهائي، فمتى والمرقس ولوقا ويوحنا الاربعة بيأكدوا صلب المسيح. فعلا الاختلافات الموجودة في الانجيل لا تنفي الحدث، لان كان في حادثة صلب تمت، بس مش على المسيح ولكن على الشبيه. فالقرآن لا ينفي واقعة الصلب، فهي حدثت بالفعل، ولكن الفكرة إنه ما ينفعش كلمة الله يكون فيها تناقضات زي ما أنت قلت بلسانك. كلمة الله لا توجد فيها تناقض. وبعدين لو يعني لا ال- ال- ال-
اهدى كده وابلع ريقك لان التوتر ظهر عليك، لانك في نفس الفيديو قلت في البداية ان في اختلافات بين الاناجيل، وفي نفس الفيديو برضو بتقول ان كلمة الله لا يوجد فيها تناقضات، فحضرتك عايز تقول ايه بالظبط؟ اللي موجود ده يا دكتور منقذ، ان كل واحد فيهم لما بيكتب مش بيقول للتاني هو تعالى نحبك القصة. لو مجموعة متفقة على قصة محبوكة كذبة كانوا أحبكوا التفاصيل اتفقوا فيها، لكن الاختلاف في هذه الأمور يا دكتور منقذ بيبقى برهان على صدق القصة وليس ضدها. بس الفكرة ان انتوا بتقولوا الكتاب المقدس وحي الهي واللي كتبوا الاناجيل مساقين بالروح القدس، فمن المفترض ان القصة ما يكونش فيها اختلاف وتكون الاحداث واحدة لان المصدر واحد وهو الوحي الالهي. وده الفرق بين كتاب كتبه بشر يصيبون ويخطئون وممكن ينسوا على رأي الانبا ماكسيموس، وبين كتاب انزله الله سبحانه وتعالى لانه لو كان من عند الله مش هيكون في اختلاف. وصدق الله اذ يقول: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اي قول الله لا يختلف وهو حق ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف. وأكد الحقيقة دي أحد المؤلفين المسيحيين وهو فاضل سيداروس في كتابه يسوع المسيح في تقليد الكنيسة صفحة 18، فبيقول: وهنا تكمن أهمية التقليد الكنسي، فالأناجيل نفسها قد بنيت على التقليد، فهي مجموعة تقاليد جماعية جمعها الإنجيليون بحسب هدف لاهوتي خاص بكل واحد منهم، وفي ذلك اختلاف عن القرآن مثلا، فليس هو ثمرة تقليد جماعي، بل هو بالنسبة إلى المسلمين كلام الله الذي أنزله من دون أن يكون للإنسان أي دور فيه، ويقتصر دور محمد على تبليغه فقط. وعلشان كل الحقائق دي ما ينفعش نستند على الكتاب المقدس كدليل وبرهان على صلب المسيح عليه السلام، لأنه مش وحي يوحى واللي كتبوه بشر ومجهولين كمان. فيا صديق المسيحي، ابحث وفتش الكتب زي ما المسيح قال في إنجيل يوحنا 5:39: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. ففتش وابحث علشان تعرف الحقيقة فين، فحاول تبحث وتدور على الحقيقة بنفسك. وفي نهاية الحلقة أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.